يعطيكم العافية. هلا حنفوت نحنا نبرمج السويتش. طبعا اي برنامج نحنا بدنا نكتبه رح يكون على ذاكرة تخزين على السويتش، معناتها السويتش بيحوي ذواكر. حلو، خلينا نتفق من البداية على انه السويتش هو عبارة عن معالج مع مجموعة ذواكر مع بقية الطرفيات بالانترفيسز، سواء كانت الانترفيسز العادية ولا الكونسول او الباور. طيب حتى نعرف شو الذواكر الموجودة جوا السويتش او حتى جوا الراوتر، خلينا نشوف هذا المخطط. خلينا بالبداية نتفق انه انا عندي ثلاث انواع من الذواكر موجودة داخل السويتش، اللي هي الفلاش، الروم، الانفيرام. الفرق بيناتهم انا راح اطلبه منكم كوظيفة او كمهمة، الفرق بين الفلاش والروم والانفيرام، لانه هو اصلا هذا مو من منهاج السيسكو، هذا المفروض انه تكون انتم عندكم خبرة فيه. شو الفرق بيناتهم؟ هلا الروم هو عبارة عن ذاكرة بيتم فيها تخزين برنامج كتير صغير، هو البرنامج اللي بيأقلع منه السويتش بالبداية، بحيث انه لسه انا ما عندي عليه كونفيجريشن، ما عندي شيء، ما عندي اي شيء، بس جاي من المصنع. فالاي او اس النظام اللي ده نازل عليه من المصنع موجود بالروم، وهذا ما بيمحى طبعا. في عندي الانفيرام، الانفيرام انا بحفظ فيها الملف الاعدادات، انا وقت اللي بعمل الاعدادات كل شيء اعدادات وين تنحفظ تنحفظ بملف موجود بالانفيرام. الفلاش هي ذاكرة قابلة للكتابة وللمحي، كمان انا ممكن اني احفظ عليها نظام التشغيل. طيب هلا كيف ببلش التشغيل السويتش؟ اول شيء انا بعمل دور، اول ما بحط عليه او بغذيه بالباور بدور على بالكونفيجريشن ريجستر، وهي عبارة كمان عن ذاكرة، بلاقي في دور، بلاقي في نظام تشغيل، اذا ما في بروح بدور بالفلاش، اذا في بحمل نظام تشغيل. طيب خلينا انه ما لقى، ما عندي بهذا الريجستر اي او اس، دور بالفلاش كمان ما لقى، دور بالتي اف تي بي سيرفر. تي اف تي بي سيرفر هو عبارة عن سيرفر بمكان بعيد بياخد موجود فيه عليه نظام تشغيل، بيكون السويتش موصول عليه فبياخد نظام تشغيل منه، ما لقى بروح بياخد من الروم. هلا من الروم موجود لانه هو مشحون اصلا من المصنع، بيحمل الاي او اس، بعدين بينتقل على الانفيرام بشوف في عندي انا اعدادات موضوعة مسبقا، اذا ما كان في بيروح